خيو يوسف مقاطعك، هو دخل معنا محمد ابرون، قال لك خلي تبارك الله على خيو يوسف، سلم هنا عليه جراند خوغادور. وأقول له كابيتان فينا هو الكابيتان. والله غلو السلام أخي أبروج، تبارك الله عليك أخي، الله يوفقك أخي، الله يوفقك أخي. هو راك عزيزو، راك عزيز اخي السندي، ودخل معنا محمد الساعود، قال لك زيد اخي يوسف، زيد اخي يوسف. واش عنزيد؟ أنا زايد قول له غير ما تبعش، أنا عنزيد، أنا عنزيد. كيف ساعود تبارك الله المنتخب عليك ديالك أخي. اخي يوسف؟ اخي زيد كان كمل. اقول لك اسمع، انا اقول لك على واحده، على واحده الله يسمح لنا، اقول لك على واحده وصل صح. النار كنا كنا كاين عرا كيما كنعرف، كنا كنلعبوا في كازا والله فرات، كنا كنمشيو بوزنيقه ناكلو فراقاش، كنا مع الموريس طوني 70 درهم الواحد. خطر منا 50 درهم ولا 40 درهم. على كان عندنا سي محمد الحياني طبيب، الله يذكره بخير، والله نتمنى لكم الصحه والعافيه. الكار اسمعني اسمع، هو الله يسمح لنا من الكار كامل طلع، هو بقى لا برا كيسخر، جيب شي كارت اتصالات ولا يجيب شي حاجه. وكان عمالي كجبات معنا مدرب شافي، قال لي سيندي كلشي طلع، قلت له كلشي طلع، سمحنا فيه بوزني قاد مسكين، الله يسمح لي منه. واش عاد عمل؟ هو سعد اخي السيد دخل معنا، دخل معنا زوزو، قال له خليه يكمل، قال له خليه يكمل بلا ما نهضر كن انا، هو خليه زوزو. انا ذاكر شكون هذا؟ زوزو شكون؟ زيد كرو، زيد كرو اوه صاحبي. لا لا العشرة. احترامات يا اخي زيد، الله يخليك الصحة. واحد الطريقه اللي كنعرفها انا وسني العوده الناس اخي يوسف الله يرحم الوالدين ديالك، هو مرحبا زيد. ملي كنتي في الخميسات وطاح، ها؟ كان طاح له واحد طرف الملعب. لا لا انا نعاودك، انا نعاودك، انا نعاودك، انا نعاودك، انا نعاودك، لا انا نعاودك. شو هذه هي؟ شو العام اللي العام 2007 2008 بعد ما جينا لعبنا كأس العرب وقعوا مشاكل وكانوا لاعبين وكذا، انا قبضت الوراقي موهر والمكسب عمل لي فيهم فتح رباطي، انا بس نقبض الموهر ونشوف لي عن شي فرقه، هما عملوا لي فتح رباطي على اي علاقه ديالهم مزيانه، وقالوا لي فتح رباطي فرقه مزيانه وعتقبض فلوسك وحقك فريق الاحتراف الفرق الاولى اللي عندها الاحتراف حقها، هي هذه حقها سوبر. مشيت عندهم 2007 2008 لعبت معاهم مباراه، شو نقول لك حاجه، في القاعه فريق في القاعه ديك العام نزل القسم الوطني الثاني، مشيت عندهم لعبت معاهم المباراه الاولى انتصرنا والله العظيم اخي سوكي، لا غلبنا الحد الاثنين جبرت 10000 درهم في البنك، لا لا الاحتراف كلمه الاحتراف. من بعد بقينا كنلعبوا خسرنا خسرنا خسرنا، توقف واحد المباراه مع الجيش الملكي، كنت لعبت كونتر الجيش الملكي وخسرنا، توقف جوج المباراه رجعت للعب، ولاعبين ضد الوداد، شوف جمهور الوداد ملعب الفتح القديم ماشي هذا الملعب الجديد، ملعب الفتح القديم، أعرف. وبداو كيبوجيو جمهور الوداد، بداو كيبوجيو مورا الشبكه وطاح، كان فوق طاح، طاحت منه، كانت وقعت واحد الحادثه من لعبي شي جمهور تقصاح، اتصلوا بيا نزل الفاتح، انا هذيك الساعه مشيت في حالي لان الفرقه كان عيهود، قالوا لي واخا خصك تطلع تريني، قلت لهم هو الملعب وطاح عاد الفرقه. الله يسمع لنا. والله العظيم والله العظيم اخي عيطوا لي قالوا لي وخصك تطلع تريني، قلت لهم هو الملعب وطاح عاد الفرقه، وما اصلا كانوا طاح، كانوا طايحين، كانوا طايحين، كانوا طايحين قسم وطني ناس مزيانين الله عمره سمع. قول لي اخي اشرف، اخي سوفيا قول في هذا الموسم هذا اخي يوسف مع المغرب التطواني اللي دوزتيه نجاح، واحد المقابله كنت غتموت فيها، ماركيتي الجول وكنت غتموت، اللي دخل لك السلك هنايا. غادي قال لك الكحل، غادي قال لك الكحل، غادي كحل غادي قال لك لا هزي غادي، هزي لا لا غادي قال لك الكحل، غادي كنا لاعبين في ملعب بارد اخي استاد مروكان، انا قلت لك انا صاحبي شو شو اداره الفتح الرباطي هذه كان نعاود لك 1990 93 والله العظيم اخي سوفي لقب مليوتير وش كان بول الاولي الثاني الثالث، هذه على بورتو وطيحت وماركيتا من دون غندور مرشل، هذيك الحبل قبط لي في عنقي بغى يقتلني، والكحل كيضحك محمد الكحل كيضحك، اقول له انا كنموت هنا كضحك اخي ما كنحشمش، ديك ساعتي كان مكتب الفتح الرباطي
كيتفرج في الملعب 98 99 تدورو كان تدورو قوري. هو ديك الساعه دي باش كان شافني قال لي تجي عند لعيب على كاس الرباط ديك العام كان شافني. هذيك كنت باقي بقيت مواطني الثاني، ما كناش بقيت مواطني الاول، كنا بقيت مواطني الثاني. استاذ ماروكا اللي عملنا مع البارح. قول لي اخي سفيان زيد تفضل تفضل مرحبا. تعودنا على المقابله، عاودنا غير الكاميرا باش كنشوفوك اخي يوسف. انا فرحان انا تشوفني كنشوفك. انا مرحبا اخي انا. تعودنا على المقابله اللي كنا فزنا بها ياك لا تعادلنا مغرب تطواني مع شباب ماسيرة نهار الاولي رمضان، كان وحين العواشر، وحين كان سيدنا وحين رمضان، سيدنا عاودنا رمضان على واحد المقابله. واحد، مباراة ثانية، مباراة ثانية في البطولة، كنا انتصرنا على الموريتاني بأربعة ثلاثة في ملعب صنيعة الرمل، اتجهنا لملعب المسيرة، ملعب الغضب، شو على اسم عنده ملعب الغضب، أول يوم في رمضان. شو نقول لك واحد حاجة، حق الله إلا الشمس قريبة كتعمل إلا كتجبرها قدامك الشمس كتعرض لك، عمرك شي لقيت كتعرض لك كتهرب لها كتهرب لها. اسمعني اسمعني ما شاء الله بدينا. كان صديق ديالي كريم يوسفي مر لي واحد التمريره بالكستيريو، زبقت بريمير موتو ماركيت الجول، قال لي بواحد يصير بغيت نفرح ما قدرتش، والله ما قدرت اخي سفيان، جاني واحد الصهد دخل لي ندقمي بغيت نموت، حق الله الا بغيت نموت. تابع على سخانه قال بس بصح انا لعبت بهذا الكامب وهذا بخبرك نعمل عملت صوج من راسي، عيط المدرب من ثانيه قلت له كامبيور كامبيور، والله العظيم عملت صوج من راسي اخي سفيان. الحرارة ملعب الغضب ملعب من الغضب الحراره والكحال، الكحال الكحال محمد سي محمد وكيسمع، والله ما قدر يطلع من السنسور ولا يقدر يطلع يدوش، فطر فطر ما دوش خسر لي يدو قال بسم الله وفطر. ونقول لك واخا الدين عندهم المغرب زيدين علينا ثلاثه السوايع حنا ساكنين في البيلباو هما علي في البيلباو والله العظيم ساقسي الناس الناس كاين تعشوا حنا هذا نفطروا بصح. قول اخي قول لي تقرا كومنتاريوس اقرا مع راسك مرحبا بالجميع ما كاينش شي مشكله اخي سفيان. قلت لك عيطتوا الناس قول لي اخي عيطتوا الناس سقسيتهم وسطرتوا كل شيء كيقول لك فطرنا. والناس كيتعشوا في تطوان حنا باقي ما فطرناش يا صاحبي ساقسي كحال محمد. يعني واخا انا اخي محمد كنسمعك كنسمعك اخي وحمزه مقبيلتي هو كيكتب لي واحد الميساج وكيعاودوا لي كيقول لي قول لي قول لك الطرائف ديالو مع بن شريفه، واش عندك شي طرائف مع بن شريفه؟ اللهم سدد خطاها واجعلها في شيبك كيدعي معاه الله يذكره بخير، كنتمنى من الله يكون بخير. بن شريفه عندي مع طرائف بزاف، اعطينا شي كيلعب كرة طريقة في السماء اخي. سفيان ما والو كنت ما عندي طرائف معاه. رجل طيب هو رجل طيب حق ياد حق ياد رجل ذل الله بعض عادي رجل ذل الله رجل ذل الله سيد ملتزم ورجل طيب وعطل المدينة حق ياد جاو ماركنا الاهداف وكان كيضرب ضربات الخطا ومؤدب وكيعاون كان كيعاوننا والله عنده التجربه عنده الاكسبيريونس لا هو لا شاد لي لا وش لا هادو ملاعبيه كانوا هادو كانوا ملاعبيه كابيتاليز ديال الفرقه ديالو تسد لي عطى الاضافه وسلا يعني كانت فرقه عن امين قابلي امين قابلي. لا يا اخي هذا رجل طيب رجل طيب امين سمعت من عنده الهضره سمعت من عنده الهضره. سمعنا اخي يوسف ديك قول لي اخي الموسم هذا كل هو اللي كنتي كتمتينا كتقول هذا احسن لاعب كاين في الجروب وديك اللاعب حنا عارفين انت، ولكن كتمتينا تشوف هذيك كتقول هذاك هو الميخور في ديك الموسم. كنهضر لك على ديك الموسم هذا، عاد غنجي لك على اللاعب اللي لعبتي معاهم في فراقي كامل، دابا هضر لي على ديك الموسم. ديك الموسم بالضبط وكان على الصمد مبارك يا اخي وما كانش كده حق عيال شو شو باش نعطيهم كل واحد حقه الله العظيم كان كيعمل شي حاجه في التدريب. خاي خاي سفيان الكره ماشي هي في الملعب، الكره هي في التدريب ونظيفه وشاءت الاقدر ما لعبش معنا ديك العام. اما الصلاه على النبي كنا كنشوفوه في ماتشات مع بعضيتنا الخميس. بنادم كيطيح اخي بنادم كيطيح بنادم كيطيح حق الله الا كيطيح. انتم اللي جبتي عبد الصمد مباركي اه اليوم واحد الكومنتاري وعملوا لك هو قال لك كتب عليك قال لي بان يوسف السندي احسن مراوغ قص البطوله.
يعني هو لعب مع الفراقي ولعب مع هذه، قال احسن مراوغ اللي قاس البطوله هو يوسف العطلان. يعني وهذا بزياده شرف منه، وهو لاعب دولي ولعب مع الفراقي وتحاك وصلت على النبي راه 40 سنة وباقي يعطي وباقي يعطي، انما كيوشي بوا عنده لا تكنيك ديالو. شوف سفيان، شوف سكواريا، شوف سكواريا بلعب مع الكواريا، عنده لا تكنيك ديالو، باسيك بالكونترول، لاحظتي باسيك بالكونترول، ايوه صعيب خايف لاعبين اللي كيباسي بالكونترول. ديك الهضره اللي قلت اللي كتقول لي نفس تقول الناس العشره اللي كاين في المغرب شكون هو عبد باركي واللي باقيين اخرين؟ شكون هذا اللي باقي؟ العشرة قلقص قسام، قلقص مايل، العشرة مزورة، لا 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 لا. نقول لك واحد حاجة، نقول لك واحد حاجة، دابا انت كتفرج البطولة الوطنية وعندك دراية بالفرق الوطنية اللي كت، انت كتشوف اللاعب كيعطي باس، كي ماركي، واش عندكم ماشي عشرة؟ في ممشى عشرة كي، أخاطر قول لي اخي، قول لي، لا خاطر، إيش صلاة على النبي عليك، صلاة على النبي عليك، لا خاطر صلاة على النبي عليك، واري واري واري. وخا كل وخا الروح لا قول لي اخي، واحد واخا شنو قال لي؟ مورك شنو قال لي اخاي؟ قال لي انا كيعجبني زي شنو قال الكرش. لك؟ قلت لهم لا تكون كي الله يبقوله احتراماتي زيد. اسمع زيد كروس كتب لك قال لك يا قاسين دياك لا حشومه، هو كيعرفني كاين، كيعرفني كاين، هو بيدو ساق ساعه يقول لك على الصمد مركي حق الله حتى يقول لك. وانا كان عارفه بيدو قال لا حي يدو يقول لا يقول المهم لك، يقول لك قال لك زيد انا ماشي عندك مرحبا مرحبا. مرحبا سمعتيني قلت لك اخي يوسف هذا الموسم هذا كنت عملتي واحد الحدث اللي مدينة كاملة خصوصا الالتراس كنت لبستي واول لاعب عملنا في البطولة واول لاعب عملنا وباقي ما عملنا حتى شي لاعب هو انت دخلتي تشوفي نهار الديربي نهار الديربي بالبرودوي بالالترا ما تدورش هذيك واحد القصه راسي كان نسخو المورال تنا، دخلت نقوم بحماس باش ندخل اللعب، شفت بعض الاصدقاء ديالي هبطوا لي ترابو ديال لوس ماتادوريس، يعني نتو يا لوس ماتادوريس يا بالوما يا روخي بلانكو، انا عندي كميه بحال بحال، انا كنلعب النادي انا مش كنلعب فريق مغرب اتلتيكو تيتو، انا ملي جيت نلعب ما نلعبش مع ماتادوريس ولا مع بالوما، انا لعبت مع المغرب اتلتيكو تيتوان. قلت راه واحد الصديق ديالي قال لي واش يمكن لك تسخن بيا؟ قلت له مرحبا عملت سخنت بيا وما دخلتش اللعب، ما دخلنيش المدرب. قلت باك راه غنسخن بالوما كان يقدر يدخلني اللعب وان شاء الله راجع من الاصابه، والله العظيم اخي سوي انا تعصبت على اي زين زين. واخا خي يوسف اجي خي يوسف شكون هو قول لي اخي احسن هدف في المسيره ديالك الكرويه بلاتي بلاتي خي يوسف الله شكون يخليك احسن؟ نقاطعك بلاتي بلاتي قبل ما نسقسي او ما كيكتبوا لي هنايا باش نجاوب منين انا غنسقسي هاد الدراري يقولوا لي قول له يعاود لك على التروفيو البيلار على الطرائف التروفيو البيلار بلاتي وعاودنا عليهم ماشي دابا دابا خلينا نركزوا في الهدف وبزاف وبزاف بيضا، رجع لي الشودري، رجع لي الرملة، وبزاف خليك في واحد الموطع تكبر عليا الريتم. قول لي اخي سوفي قلت لك اخي ملي هذا الموسم هذا ملي ساليتي كنت التحقتي كما قلنا مورا التحقتي فريق الفتح الرباطي مور فتح الرباطي التحقتي رجعت لتطوان، رجعتي لتطوان كان عندك كان طالب بريد ولا كان تريني، كان كان طالب، طالب كان طالب طالب ما عبد عطاكش الرحيم فرصة طالب. معطيك فرصة واش نقول لك، هو عمل واحد يعني عمل واحد ليست اللي تقدر يلعب بيها صافي. انا كي تسمى انا كان كيجي يتكلم معايا، والله العظيم اخي سفيان حق الله نعاودو من بعد يقول لي معاه مشاكل، ما عمره جا شي نهار دايما في التدريب يجي يتساوي معايا، يناقش معايا واش غتعاوني العطله في هذا العام كذا كذا، فنقول له ان شاء الله. ومع اخبارك انا بان مي كان جا الناصيري عبد الغني الناصيري مي كان جا كاطار، انا ما لعبتش معاه جوج مباريات، يعني الهزيمه ضد الرجاء لا كوب ولازمه مع كاس العالم مع الوحدة الاردني، انا كنت باقي ما رجعتش للعب، كنت باقي ما رجعتش للعب. هو مين جا
بس شي اي نعم مشاكل، قال لي انا ما قلتش هذا اللعيب، انا خصني نلعب فلان، انا خصني نلعب فلان، على اي دابا عبد الرحيم طري مش بعطاني فيه فرصه. جات واحد الفتره انا قلت لك كوكو صرصر والعرابي وايريك، كوكو ان شاء الله جاب ذاك ماركي، هو يعطي فرصه للعطلاسي وعنده أفهم. الحواسي. يعني شو كان عنده واحد، شو كان عنده واحد مجموعه صعيب باش تلقى متعك فيها. صار كان خصني نغير، خصني نرجع للعيب، ما هادو بقاش اللي قلتي يكنتريني. كامل، هادو اللي قلتي كامل ما يكونش حالك. احنا عندنا البلاط، عندنا العينين مسخوبين، وليني هما وهادو زايدين شي مسائل، زايدين شي مسائل اللي ما عندكش انت هنا. كونديسيون فيزيك، عندهم ماتشات في رجلهم. انا هربت عليا التنافسيه، التنافسيه هربت عليا، ما بقيتش المنافسه كنلعب 90 دقيقه 90 دقيقه، لا هربت عليا التنافسيه باش نرجع للعيب. خاصو شي اطار يكون كيثق فيك بزاف بزاف باش يعطيك الفرصه. والاطار ما كانش كيثق فيك، صافي يعني عنده واحد صافي عمل لا ليست، هذوما اللي غنبقى نعتمد عليهم، هذوما بونتوش ما عرف طعم الدروج ما يعيط لك شي. ومن بعد وقعت مع الصراعات. واخا موراها قول لي مور... التحقتي التحقتي ديك ديك موراها التحقتي باتحاد طنجة ولا برجاء الحسيمة؟ لا مشينا الرجاء الحسيمة انا وابراهيم بن علي وعادل مرابط، كان عندهم واحد بروجي فريق خصو يطلع القسم الوطني الاول، كانوا لاعبين جابوهم لاعبين مشينا نلعبوا معاهم. وليني عاود الحسيمة عاود ناس عاود، تعال نقول لك فرقة الرجاء الريف الحسيمة، جينا لعبنا مع الرئيس ما كنا عارفينه شي، طلعنا على الملك جبال ما كاينش الرئيس، فين هو الرئيس؟ ما كاينش الرئيس. كان لعبوا مع الفرقة، كان عندها بروجي باش تطلع القسم الوطني الاول، عملوا انتدابات المستوى، والدوره الاولى فريق كيحتل الرتبه السابعه ولا الثامنه، مسخت معاهم عقد، قلت لهم اللي عطيتوني واللي باغي كنسال بسلامه. وصار نبدل الاجواء، نمشي عروسه الشمال كما كي يحلل بعض الجامعه، يقول نمشي نتيحة طنجه. نتيحة طنجه علقه فريق ما كاينش، ما كاينش فريق، كان عينزل خبرك، كان عايز يسخط القسم الوطني حرب اهلي بولابات، كان من السيكوندا كان عينزل. ما كانش يجي الاطار سي عمالي جباتين، كانوا عينزلوا والله العظيم وخلاهم في قسم وطني الثاني. هيك خليتي وما خيسه في غرفه وخاو. وهتحسب علينا، هتحسب علينا مزيانه، طيحتي يا خور، حتي ماركيتي جول بحال ما مزيانه، ما تحسب علي طيحتي الفرقه. لا أصلا. قول لي اخي اسمع، حد وسي مع اتحاد طنجة؟ شهور شهور ها؟ ست شهور شهور. واخا. اه وديك الموسم هذا كان وقيلا وقعت لك شي طريفة مع فخر الدين رشحي وقيلا كانت تدرب بيكو. فخر الدين عاود مدرب ده فريق، واسمع ده لعب كرة، لعب مع الوداد، لعب دولي. واخا يوسف مستحيل يوقع لك شي مشكل مع الاطار ولا مع الصديق ديالك، لان لا يوميا كتلاقى. لا ديك الطريفة اللي وقعت لك مع فخر الدين راسي اللي بقيتي كنت كتقول بحالي يا شني قال عاود ان الله يرحم ليك اعطاني ما شي كاين. واحد، واعطاني شي واحد شي كره مع الشرطه الشمال، قبضت انا ما كنتش كنلعب اتاك، انا كنت كنلعب في باندا، قبضت باسيت الاولي باسيت الثاني، ما بان لي حتى واحد ما بان لي، بغيت باسيت ثالث هو صفار، قال لي سونطري، قلت له سونطري لعبتي انت هنا في 78 كنمشي وكدير لي لمن عند اللي لمن عند اللي يعني. قلت له انت هنا قلتي كنعرف تجري وكدير لي، انا ما كنعرفش نجري، انا كنلعب الكوره وكتلعب بالعقل، اما تجري يا اخو عداء كاين العداء وكاين كواري. صافي من بعد شكي بيا شاد لي، شكا بيا مصطفى من المديح، شكا بيا من شريفه، اتصل بيا محمد مديح الله يكرمه بخير، ماشي مصطفى مديح اللي مات، لا محمد مديح اللي كان كيلعب معانا، قال لي شنو وقع لك مع فريا خويا، قلت له شنو وقع لي معاه شنو وقع لي، ما طلبت منه المسامحه، بغينا ندابزو انا وياه، قبضته هو قبضني، واش عنقول لك صافي زيد شي حاجه اخرى. يا حاجه والله العظيم اخ يوسف قسما بالله الناس فرحانين عمره جاو لي كومنتات شكرا. يسعد موقفوش يا صاحبي وني والله وني موقفوش ساقسيني على الاهداف جميله، بقى ساقسيني على شنو وقع لك مع مدربي، وانا اخ يوسف احسن او شنو هذا وقع لك مع عبد الواحد الاثنين، ما قلت لي شنو وقع لك مع عبد الواحد شنو وقع لك مع عبد الواحد اخ يوسف الله يرحم انا ما احتاج، لا يعني
وديال الاخرانيه واقيلا على شي بحال وذا قلت قال لي بالحسين كما كان في الجامع شو شو الاستاذ ديالنا عنده خير على واحد جينيراسيون طلعت وعباك البطوله والله العظيم كان كيعاون من لاعبيه صغارين هو زي الكروش دابا كيتفرج وكيعرف شنو كاين لا انس لا من لاعبيه اللي لعبوا معاه كاملين كما كيعرفوا راجل طيب كيحب الخدمه ديالو اغريسيف راجل العامل هو كان لاجوان المدرب وانا دخلت فيستي معصب اخي سوفيا معصب علم عليا غرب بيتي نقعد عرب نقعد عرب لك شي بريمات شي 5000 درهم ولا شي 10000 درهم اصاحبي كيبان لك بنادم كحل هو مسمي عبد الوهاب الحسين بين قوسين بلا قام الجن دقي في الباب وافتح لي قلت بسم الله الرحمن الرحيم ودخلت وغتعاون نقول لك تعصب وبغى يوقع طلع الاداره قال لهم خصكم توقفوا قلت له انا قلت غير بسم الله الرحمن الرحيم ما قلت والو قلت غير بسم الله الرحمن الرحيم ودخلت كنتمنى الله يكون بخير سوا على اين على اين على اين قول لي شنو وقع لك مع اشرف قول لي شنو وقع لك مع محمد اشرف ابرونا صافي يا اخي سي طريفه مع اشرف ابرو ما كرهناش اخي يوسف والله ما كرهناه هيدا سي طريفه مع لا 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 عندي معاه كل الخير والاحترام والله العظيم صديق ديالي والله العظيم صديق ديالي هذا كان هو واحد طريفه هذيك النهار في اللايف ديالو واحد طريفه كان جبدها في ماتش ما كنتيش لعبتي ملي جا يعطي بريماج برك واقف جبرا عطاك اخي من حقي شوف لعبنا ضد الموريباسي سجل لعبنا ضد المسيرة سجل لعبنا ضد مراكش سجل ثلاث مباريات متتالية حنا كنتصروا المباراة الرابعة مشاو لعبوا بأسفي أنا ما مشيتش معاهم كنت مبليسي جاو انتصروا ومي جا يعطيو البريما هو كان عنده يعطي بريم سبيسيال هو ماشي بريما هو كان يعطي واحد بريم سبيسيال ما عنده أما البريما كنعطيها الإدارة هو بغى يعمل واحد لوجيست من عنده يجيب شي فلوس ويعطيهم الدراري كما تحفيزات لان ثلاثه انتصارات واحد ساعه دول في اربع مباريات 10 نقط ماشي سهله قالوا لا غلبتو نعطيكم واحد تحفيزه دو 4000 درهم الواحد جبرني في الصف عمل لي قال لي اش كنعمل اش كنعمل وانا ثلاثه المباريات ماركي ديك ثلاث قلت نفسك نعمل ها اعطيني بريما بحال اللي داو ودي بريما عطاني سي عبد ديسكيتي بريما والله العظيم بحال هاد الوقت باغي كنعقل واخا يوسف احسن هدف ماركيتي في المسيره ديالك ما غاديش يبدا كيديالي ما غاديش يبدا كيديالي فاين اخاي ما غاديش يبدا كيديالي شكون هو شويه شويه بدا كيديالي واخاي اشرف زيد على اي زيد كتحيه هذاك خاي هذاك سمعني اخاي قلت لك احسن هدف ماركيتي قول لي اخي كروي اخاي ضد حسنيات اكادير لان الجمهور كيقول ضد حسنيات اكادير هذاك الجول والله العظيم لو وقع لي واحد الطرائف يتبعوا مع حسه كان عندهم واحد مدافع حسيني وحسه كانوا جوج مدافعين عند حاجه كذا اعطاني الباس عادل المرابط اعطاني الباس سيك ما عنديش الحل عندي حل واحد هو نعمل له الكونترول اورينتي ونديها معايا من عملت له الكونترول يخرج عندي ضربت له ضربه واحده مع عنقه بغى يعمل هيدا جبرها في الشبكه قلت له عاد بقى 15 يوم عامل هيدا معوج راسه بغى يعوج له صح الله غادي راسه بغى يعوج له هذاك هو احسن هدف يا كيسر واش غنقول لك ولا كيبان لي هذاك لان الجمهور كيقول لي هذاك من احسن الاهداف انا تو سجلت شي اهداف يقدر كحال يقول لك من الاهداف اللي سجلت احسن هدف كحال يقدر يقول انا واخا خا يوسف اجي شكون هو رفيق دربك في كرة القدم هذا السؤال طرحه عليك واحد كيقول له محمد الرايس الو قلت لك قال لك شكون هو رفيق قال لك شكون هو رفيق دربك في كرة القدم شكون هو اللاعب اللي رفيق دربك رفيق دربك لا الحقيقه ديالي اسمعني انا كنشك بين جوج ديال الناس يا عادل المرابط يا محمد كحل ولكن انت ما نعرف بجويهم كانوا الجيران ديالي لا اللي لعبتي معاه بزاف رفيق دربك هوسوا مع بعضكم في الكوره بزاف كحل هوس مع العشره بزاف بجويهم هوس معاهم هادو بجويهم اصدقاء ديالي بجويهم حق الله نعم يعني نقدر نقول لك كحل تقصاح عادي مرابط لعبت مع واحد عادي مرابط لعبت معاه بزاف اجي عادي مرابط لعبت معاه بزاف ما عاودتي لنا شي واحد تجربه دوزتيها في سوريا او لا في الاردن يا مو يا ابن عمي يا مو بس في ولا في الاردن يا يوسف لا في سوريا يا حصر على هذا الدين على الدوله اتمنى الله يا اخي
مدرب ان الشيء ما صعب. عودة جيت لواحد للمدرب. النادي، ها سيرو ما كنت تمشي عيط لي واحد مناجر انا وعادي مرابط، قال لي غنمشيو لسوريا. قلت له ما كاين مشكل، مشينا انا وعادي مرابط، هو بواحد الفرقه حنقولوا حنا في الرباط وانا بواحد الفرقه في تطوان، يعني بعد كان بيناتنا. جيت كان تريني مع واحد النادي عنده مدرب عراقي، كان عندهم عند واحد فتره الراحه ما كانش عندهم بطوله، لعبنا مع الجيش السوري احسن فريق اللي عندهم تماك هو الجيش السوري. وديك جي سوري والله العظيم المباراه اللي لعبوا ضد ليلو مشى كيساوي معايا المدرب ديالو، كان معاهم واحد من لاعب مغربي ديبا معروف انور ديبا كان معاهم، تساوي معايا قال لي واش عندك قال لي واش عندك كونترا مع هذا الفريق؟ قلت له لا انا ان شاء الله جيت نتريني معاه باش نشوف واش نسني معاه، وانا باقي الورق عندي في طنجه. انا بقى لي صداع، مين بقى لي صداع؟ مع فرياخ، مع فخر الدين. انا مشيت بحالي لسوريا صافي، قلت انا نمشي تماك ونعيط لهم ونتفاهم معاهم ونعطيهم الاوراق ديالو ونلعب في هذا النادي. ودخلت لعبت مع ديك النادي بحق ما سنيتش معاه، مشيت قوس بواحد من كوره كونسنتراسيون من سافرت شوف سوريا شنو كاش عامله ومدينه يعني بكل صراحه الشام خطيره خي، الشام مدينه جميله والله العظيم، من زياره من مساريه من كل شيء في حالي ضربت 15 يوم ولا شهر. وعلاش ما قول لي خرجتيش واش ما تفاهمتيش معاهم ولا ما عجبتكش الاجواء ولا شنو ديك وصل النادي، ديك النادي فهمتي؟ قال لي نعطيوك 20 مليون غتجوز معنا لفترة 6 شهور. أنا اتصلت بصحة طنجة، كان عندي الوراق في صحة طنجة لأن كان وقع لي صداع مع فخر الدين ومشيت بحالي. اتصلت بصحة طنجة قلت لهم حقا خصكم تعطوني الوراق ديالي وما صيفطكم، وملي كنت خصم عندهم شي مليون ونص ولا ثلاثة غترونش الأولاني وكان عايز يدوا لي شي ترونش آخر، ثم أنا صيفطكم 10 غتعطوني الوراق ديالي. وما قدروش لأن عندي كان عندي جوج انتقالات في سنة واحدة، التقطت من الحسين ما من طنجة صعيب باش نتقل عاود لفريق آخر، فهمتي تبي صورتي فهمتي صعيب راسيا. وصلت لك فكرة خيك أخي سوفيا وصلت لي فكرة وصلت لي فكرة ديبا شكرا. خي السندي أحسن لعب لعبتي معاه، أحسن لعب لعبتي معاه خي الميور لعبت جوار معاه خي اللي لعب معاك هذا لعب معاك ماشي تطواني يا أخي، ماشي تطواني كل صراحة، مع كل احترامي للاعبين ديال مدينة تطوان، أنا أحسن لاعب لعبت معاه هو الشهور لعبت معاه، ما واحد لعب عبد الله السري، واحد لعب كازاوي. والله يا اخي واش عارف انا حطيت واحد الفتره لعبت مع العم الصعود الخميسات اخي، شني استفدت منه؟ استفدت منه كرويا، الكره ديالو كبيره 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 بزاف اخي سوفي، كبيره الباس الكونترول كونترول اورينتي كيضرب الكفرات فالطا عجبت سينتا لا كواري، وكنستافد منه كنتريني معاه كنمشي انا وياه كنتريني هذاك كواري 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 بزاف. قول لي اخي يوسف واخا خايف فين احسن ديفينس لعبتي ضده اللي جبرتي معاه تمام عندي فين سيدي لعب ضد الدير عزيز القراوي، جراو اش من الفرقه كان كيلعب عزيز القراوي وهذا خي عمل ماركه خي مارادونا، كيلعب خميسات لعب في الفات لعب في السعوديه مع بهجه خيوسه تو غنقطعوا اللايف وساعه كيقطع دابا غيقطع ونعاودوا دابا الناس باقي والله صاحي تقول بارك عندك تمسي لا لا لا